وحول الخلافات التي ضربت حركة امتداد وتداعياتها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي السيد مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا. مساء الخير، مرحبتين. أهلا وسهلا. نواب حركة امتداد الذين استقالوا من مناصبهم في الحركة سوغوا الاستقالة بما وصفوه تفرد علاء الركابي بالقرارات، هل تعتقد أن هذا السبب كاف للاستقالة أم أن هناك أسبابا أخرى؟ أنا أعتقد أنه هذا السبب المعلن، يعني هو الخلافات بينهم كان من اليوم الأول، من اليوم الأول لدخولهم البرلمان أو ما قبلها بفترة، لكن الانشقاقات اللي حدثت الآن هي بسبب الصراعات السياسية بين الكتل الكبيرة، ولأنه النواب ما يسمى بالمستقلين هم يعني تابعين إلى هذه الجهة أو تلك، فلذلك يعني هذا كان بس السبب المعلن الآن للجمهور. نعم، ما الأسباب غير المعلنة باعتقادكم؟ أنا باعتقادي أنه الصراع على المنصب، صراع على المناصب، وصراع على الفوائد اللي ستجنى من تولي المناصب، هي اللي الآن اللي تقسم وتشرذم هذه مجموعة المستقلين. هم نعم. كل واحد بيهم عين على منصب أو عين على شيء آخر، أو فئة قليلة منهم لا، لكن الأكثرية هم يتصارعون على المناصب وعلى المغانم. هل تعتقد أن ما يسمون بالنواب المستقلين باتوا يعرضون أنفسهم على الكتل الكبيرة، أم أن العكس هو الصحيح، نظير إغراءات ومقابل مناصب أو غيره من الإغراءات؟ يعني مثل ما تفضلت حضرتك، هم يعرضون نفسهم سياسيا على الكتل الكبيره، وزاد الطين بله، ويعني اللي امعن بالشغله هو عرض الصدر عليهم بتولي رئاسه الوزراء. صح هم فشلوا بهذا الشيء، فشلوا انه يكونون كتله موحده ويتولون هذا الشيء، لكن هذا العرض هو اللي يعني جعلهم انه يتنافسون على يعرضون نفسهم على الكتل السياسيه الموجوده. نعم، هل نتوقع مزيد من الانشقاقات والتشرذم في تلك القوائم ما تسمى بالقوائم المستقله؟ انا اتوقع انه سيكون مزيد من التشرذم ومزيد من الانقسامات، واتوقع بالساعات القادمه المقبله راح ايضا اعضاء من الحركه من المستقلين راح يعلنون انفصالهم عن الكتله الكبيره مال المستقلين. اعتقد انه راح يشرذمون اكثر وينقسمون اكثر، لانه بالاصل تواجدهم وتكتلهم كان من اجل المصلحه، والمصلحه الان يعني غير موجوده. نعم، باعتقادك الى اي جهه سيتوجه هؤلاء المستقلون الذين يعني انشقوا او تشتت شملهم بمعنى او باخر؟ انا باعتقادي انه هم يعني تقريبا نستطيع ان نقسمهم الى اربع اقسام. المستقلين الحقيقيين اللي هم ما يتجاوزون 7 اعضاء او اقل، ومستقلين تابعين الى الاطار، تمويلهم ميولهم من الاطار وينفذون اجنده الاطار، ومستقلين خلينا نقول ثلاثيين او التابعين للتحالف الثلاثي اللي هم تمويلهم وميولهم الى هذا الجهه، وايضا يوجد لدينا فئه اللي هم مستقلين متحزبين اللي هم يتبعون لهذا الحزب او ذاك الحزب. هذه الاربعه اتجاهات بينهم. نعم. طيب، في ظل هذه الانشقاقات العاجلة في صفوف النواب المستقلين، هل يؤكد ذلك فعلا تأكيدات القوى الوطنية والشبابية من أن من انخرط في العملية السياسية من متظاهري تشرين لم يكونوا فعلا مستقلين؟ بصراحة يعني أنا واحد من الناس اللي من اليوم الأول للظهور المريب لعلاء الركابي وبعض جماعته، ظهورهم المريب وكان الهدف منه إعاقة ثورة تشرين. أنا كنت أعرف من اليوم الأول، وهواية ناس يعني هواية ناس وهواية آراء كانت تعرف أنه هذه الناس كان وجودهم هو لسرقة ثورة تشرين، ولي يعني لبث الانشقاق بصفوف ثوار تشرين.
يعني نعرف احنا كلنا انه علاء الركابي جاء من حزب الفضيله، ولد من رحم حزب الفضيله يعني، وتواجده في 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 ثوره تشرين واثناء الاعتصام والان في البرلمان هو اللي سرق ثوره تشرين. نعم، اشكرك جزيلا عبر الخط الهاتفي من امستردام الصحفي والاعلامي العراقي السيد مظفر الخميسي، كنت معنا.